على مشارف عروس الساحل الشرقي، وتحديدا عند بداية الطريق الجديد الذي يربط مدينة خورفكان بالشارقة، يقع سد الرفيصة. سد الرفيصة هو عبارة عن ممر مائي موسمي في جبال الحجر بالقرب من قرية الرفيصة. تم بناء السد في الثمانينيات في نفس وقت بناء سد خورفكان بموجب عقد تبلغ قيمته 63 مليون دولار. لوحة جمالية تحتضن مناظر طبيعية خلابة ساحرة تشرف على سد الرفيصة بالوادي الذي تتجمع فيه مياه الأمطار معظم أيام السنة. نظرا لروعة المكان الذي يسوده الهدوء والطبيعة الجبلية الخلابة، وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى وحاكم إمارة الشارقة خلال زيارته إلى منطقة سد الرفيصة بإقامة الاستراحة بحافة السد على الطريق الجديد الرابط بين مدينة خورفكان والشارقة. أصبحت الاستراحة مزاراً سياحياً ينعم بكل الخدمات التي يحتاج إليها السائح، حيث تحيط به الجبال الشاهقة من كل الجهات، ويقصده الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة المحيطة بالاستراحة والاستنشاق الهواء النقي وأخذ قسط من الراحة الجسدية والنفسية على ضفاف بحيرة مياه السد المتجمعة من الأمطار المحيطة بالجبال ذات المناظر الرائعة. في هذا المشروع الريادي الذي ينتصر لمفهوم السياحة البيئية واستثمار إمكانياتها العالية في إثراء عجلة التنمية المجتمعية، يكرس سد الرفيصة بكل ما يحمله من روافد جمالية رئة للمدينة، ليتنفس من خلالها الأهالي والسكان والزوار نسمات عليلة وسط واحة غناء مظللة بأجواء مفتوحة ورحبة تتعانق فيها وديان الأرض مع سهولها الخضراء، فيما يقوم السد بدوره بجمع مياه الأمطار والسيول وتخزينها لأغراض الري والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز وتوفير المياه الجوفية في الدولة. منذ افتتاح هذا المكان المدهش في عام 2018، تحول إلى معلم سياحي بارز وقبلة لجمهور الزائرين من داخل الإمارات وخارجها، لما يتمتع به من مناظر خلابة تتهادى على ضفاف بحيرة مائية وتطل على استراحة رائعة تساعد على الاستجمام الكامل، ومزودة بمرافق خدمية وترفيهية للصغار والكبار. هذا المشروع البيئي يستثمر عناصر البيئة المحلية ويحافظ على مقدراتها الطبيعية بما يخدم المجتمع، خاصة أن إمارة الشارقة تمتلك الكثير من الإمكانيات السياحية والفرص الاستثمارية التي تبشر بآفاق مستقبلية كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي. الطريق الجديد الذي يربط خورفكان بمدن الإمارات الأخرى له أثر كبير، حيث سهل إمكانية وصول المصطافين من وإلى المنطقة المحيطة بسد الرفيصة واستراحتها الجميلة، بدءا من شارع الإمارات ووصولا إلى خورفكان بطول يبلغ 87 كيلومترا،
تتخلله 5 أنفاق صخرية طويلة، حيث يختصر على القادمين مدة الرحلة إلى 45 دقيقة فقط. كما يركز قسم الزراعة في البلدية على الاهتمام بمشروع زيارة الممشى الموازي لاستراحة سد الرفيصة، والذي يعتبر نبضاً حيوياً لسياحة خورفكان وأحد أهم متنزهاتها الجميلة، نظراً لأهميته السياحية وموقعه الاستراتيجي وما يتمتع به من واحة طبيعية تتوسط أحضان الجبال، حيث يشكل متنفساً للأهالي والسائحين على حد سواء. وهذا حرصاً من البلدية على إثراء المكان وتعزيز مفرداتها الجمالية. أسهمت استراحة سد الرفيصة في الترويج السياحي لخورفكان بشكل كبير، ففي هذه الواحة الخضراء اجتمعت كل أركان ومقومات الجمال من مياه وشلالات وجبال وبحيرة وأشجار وطيور، بالإضافة إلى محمية خاصة بالغزلان تشرف على رعايتها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة. إن مجرد الجلوس وتأمل الطبيعة الخلابة وحركة المياه العذبة هو أمر كفيل لجعل سد الرفيصة خورفكان الخيار الأول لك ولعائلتك لقضاء وقت مميز. كما يمكنك تناول وجبة شهية وخفيفة بمجرد وصولك إلى الاستراحة، حيث يوفر سد الرفيصة مطعم وكافيتيريا تضمن في جعبتها مأكولات عربية وشرقية، بالإضافة إلى مطاعم سد الرفيصة التي توفر إطلالات طبيعية ساحرة تجعلك لا ترغب بإنهاء وجبتك من شدة روعتها. ويتضمن المشروع كذلك استراحة سد الرفيصة، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 10684 مترا مربعا، تحتوي على مسجد يتسع 120 رجلاً و20 سيدة، كما تضم 8 جلسات خارجية مظللة تستوعب 300 شخص، ومواقف سيارات تتسع ل 45 سيارة، وممشاً بطول كيلومتر، وثلاث مناطق ألعاب بمساحة 410 مترات مربعة، بالإضافة إلى عدد من المرافق الخدمية، وفرع لجمعية الشارقة التعاونية. تبلغ مساحة بحيرة سد الرفيصة نحو 82,280 متراً مربعاً بعمق يتراوح ما بين 13 و20 متراً. ويشتمل مرسى البحيرة على عدد 50 قارباً بأشكال وأنواع مختلفة، ما بين قوارب تجديف وقوارب كهربائية وقوارب عائلية كبيرة. استراحة سد الرفيصة تضم العديد من الخدمات السياحية وأماكن الترفيه واللعب للأطفال، كما تتمتع بإطلالة استثنائية على البحيرة الضخمة للسد، وتضم شلالاً صناعياً بطول 55 متراً يصب داخل البحيرة، وممشى يبلغ طوله نحو 730 متراً على حافة الجبال. توفر الاستراحة جلسات هادئة وسط النباتات والزهور، حيث يمكن للزوار ركوب أحد القوارب المتوفرة للتجديف والنزهة للاستمتاع بجمال المناظر المحيطة بمياه السد وبرودة الأجواء وصفائها وإطعام طيور البط التي تتخذ من السد ملجأ لها. بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى وحاكم إمارة الشارقة،
ورؤيته المتجددة، فإن المنطقة الشرقية شهدت طفرة كبيرة على المستويات الخدمية وقطاعات البنية التحتية.